ما قلت ان الشنو الصبوح اللي خاص بالناس اللي تقبلها المجنونة، خصوصا والله الناس اللي والله تعاني من الحموضة. انت قلت انا تمو يقبض اللبن، اللبن واحد والله ما شوفي انا يكفي. شوفي خالق اللبن وخالق النشا قنبور وما قلت انهم يديروا على زين يعني رجعوا للنشا النشا والله يا يعني بعض من الاسر يخلطوه يعدلوهم، بعض من الحبوب يخلطوهم، وذاك بعض الناس يطلعوا الحموضة. شوفي هو اللي نفتحت هذا الموضوع، اولا الحبوب سته والله سبعه ما ثلاث الاجسام صح خطا كبير. مجتمع الموريتاني وقفوا اللي عاد مسجله فيكم من قال مسابعه وقفوها ما ثلاث الابدان، الابدان ما ثلاث هي كيف تكان. ثانيا مولي الوجبات انت اللي قادر تكارن الشيء مسابع من الصنين وتلفت له ساندويش يا له 11 والله ميدي والله تلفت له روايه مشرشمه هاي الصنينه ضاعت. قديما كان يدرك الوجبات اللي بين البينة والتقلاط ما وخاد وكانت الظنينة تصدق معناها عن المسابعة وقت ووقف قاعد ما كانت صار حد الأبدان يغير يقبل حد الظنينة والله ثنتين والله ثلاثة ويوقع الشعير والله زرع والله تقلد والله قم يغير يقبل منهم ثنتين يقبل منهم واحدة هي اللي نبقوا قاعد دائما يغير لا عاد يبقي هو مثلا عدل أسبوعين من الشعير عدل أسبوعين من التقلب نعدل اسبوعين من الزرع نعدل اسبوعين من مكه نعدل اسبوع والله اثنين من الشركاش وهكذا. هذا كل عنصر لا يدخل بدنك انت ويستفاد ثم اللي فهم توازن نوع من التوازن توازن. معناها بالنسبه للشر ظنينه واحده والله ثنتين هي الفوقانيه المسابعه عاد ما تاتي في صالح البدن وعاد تضعف وعاد تقلل عمل المعده فهمت معناها عن السبوحون عندنا النشف وعندنا اللبن وعندنا البورو اللي يتماشى معاه فهمتني وهون شويات من 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 هذا ويتابيك سجين ما تخسر شيء بالنسبة لحد ما هو من أهل ما هو حتى من أهل الشعب ما تخسر شيء عليه في الصبح الفطور معناها فهم عدة مسائل قد حد يسمح بها مناسبة لائمة غير أساسا وقتها وأساسا عندنا هون أساسا عندنا هون راه مالكم هذا اللي هم أهل الحمرة راه مالكم شوفوا الحموضة هم اللي يعطينا كاملين نوقفوا معاهم رغم المرضهم كيف تنقولوا ان الحموضة ما هي خطيرة ولا تقتل ولا هي عضوية يا غير اهلها ذا اللي يلحقوا من الهوس ومن الخيال ومن الخيل عن البرمجة وواحد يفقد عمله ويفقد صفته ويفقد حياته وطموحه ويبقى شخص كائن وحده خاص كأنه جاي من كوكب ذلك تم شخص مبينه اجتماعي وطبعه زين وموجود وحاضر فهله ويعدل الواجبات ويعدل هذا ويطمح انه لا يلحق القمر فجأة اذا هو لك شخص هذه الاسرة غريبة عليه الصاحب اللي كان الند الند اللي هو الروح الروح عاد غريب عليه ما تلا يفهم ردوا بقى الاسرة اللي التركة اللي كانوا فاهمهم ما تلا فاهمش اذا هو لك شخص غريب وفي نفس الوقت مع هذا اللي خال كامل مع هذا الشخص اللي فقد ظفر هي ما هي مرض هي فكر حموضة وإفرازات وخيال واسع خيال واسع واحد يمشي به خيال لين ما تعرف فيه عقدتك اللي يلحق قط مرة تاسع لي رقاش من العيون والله ندي عنها النعمة وقال لي أنا سبحان الله أنت منبط راسي منبط راسي يا كان يقول أني كل بريدة كان يوقف عني تزارق والله شو يبطها بالعصا بي اللي قال لي أنا متأكد أن هاي ورق البليدة أنها تزارق هي ما تزال يقير الخيال والفكر لين يزداد مرات مرات يسجل بالعصب يسجل بالعصب لين الفكر ينزاد مرات من مسألة معينة إن خالق له رجال والله انطلاق الباطي رجال وجاته عشر الواقيش والله عشرين وقالوا انت فيك وانت فيك مباشرة تلقائيا العصب لا يسجل انه فيك هو يدعود ما هو فيه معناه هو التعود هو العصب وتعودت عليه هذا يبطها يقول انا هذه البليده ترقب لي وانا هذا خالق لي وانا هذا خالق لي وانا هذا خالق لي معناها عن هون هون مباشرة هذا هو الحموضة هم اللي كاد انه يخلق فيهم ما نعرف شنو حالة طارئة رغم انها كيف قلت لك معناها كامل مول ما هي مرض ولا هي قاتل ولا ملاها عدل جميع الفحوص نكروه يقول له رقاجة يقير شنو إلين إن الله هو حياته يرد فكر راهية الحموضة نصف نوع من اللي أراد ترجع على الشخص فهمتي نوع من اللي أراد
معاها. مثلا نحن مثلا في العيادة جينا حد من الحموضة نبدو له أولا نقصوا عنه المادة الحمضية اللي في مجمنته بالمواد العشبية اللي تنقص لها، نقبو نزيدوا له طاقة الدم لأنه هو رقاج به الفكر وبه البعد عن الوجبات فرق قاع في تجربة رقاج لا يفرق قاع هو لا لا يمات لا يختفئ هو ما مخافي شيء مرض قاتل. نزيدوا الدم إياك الدم يسيطر على العصب ما يخلي العصب هي يلي والدم واخد طاقة لين تقل يسيطر العصب إيه وشنه يحاول إنه إرادته صح خارج نصف ثاني ما يقدر يداويه أي طبيب إنك أنت خارج لك وخارج لك ولا يتموت وخارج لك وميت وعضوك موهون وكذا ولا يتفارق الحياة ولا يتسافر ولا يتقلق وكذا ولا تيت من الحياة هاي ما خارج دواء هو موجه أنا للحموضة كاملة ما خارج دواء لا عصري ولا تقليدي ولا حجاب ولا شسوة شنو يقدر أنت من نفسك يأكد لك ترجع عنك الفكر ما هو أنت شخصك إرادتك أنت كشخص وقف وقف أنت من نفسك اولا توكل على الله بالهواك نوع من تبقى العلم لان انت جيت الجميع الاطباء وقالوا لك ان ما فيك مرض اذا عاد التبقى هذا عاد الشيطان نخزي عن الشيطان وحده تسترجع تهدئ وتذكر وتعرف انه ما هو خارج على الله وانك ما خارج لك شيء هواك الجزء الثاني من 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 الفكر اللي في صاحب الحموضه نأكد روانا أنه لا طالع عليه الزمن إحاني أنه لا يجبر يوم من الأيام طبيب يمسح أنه لا ريح راسك ما هو خارج لا في الكرة الأرضية ولا في زحل ولا في المشتري ولا في ما نعرف شنو ما عندك ما هو أنت نفسك صاحب الحموضة تفيق أولا عدت نعوذ بالله لا يتفقد قالك هذا أنك إرادتك ودينك وأهلك ولعدت كنت بعملك لا يتوخ ولعدت كنت أسرتك ضاعت الأسرة ولعد كنت في العمل ضاع ولعد ورا ورك مولي ذي عيين حق درجة قات إلين يلحق الدين قات عود الصلاة تنتسر يعود الظهر والعصر والمغرب تنتسر وانت قاش دار الحياة انت إيمانك حطيته واللي مقدم لآخرتك ما تيت معدل انت قاش الدور ما خالق. ضيف الكريم ولي نستأذن منك شوي ونستأذن مولي من المشاهدين الكرام نقبل فاصل ونعاود لكم إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل ان شاء الله عدنا لاعجابكم الضيف الكريم. لهنا نرجع للموضوع اللي نحن الضيف الكريم راح نتكلموا عن الحموضه واسبابها. برك تخطينا عن الاسباب وعن دور شينجا والعلاج والبديل، الناس اللي كانت تقبلها الحموضه وكيلها اللي طلع الحموضه نختارها تتصل معاه اذا عاد عندك تشي بديل تقد تقولون، وما خسرش ما يلاقت مشي عن الاعشاب اللي الناس تبقي تعرفهم، وانا ما دي عندي منهم شيء يمكن طلع لك منهم صور وتكلمنا عنهم. نسبق الصور ما يتزال الله يبارك، ليه نسبق الصور؟ اطلب المخرج سالم عنه يطلع لي صور وتكلم عنهم نحن والضيف ويقول لي فوائدهم. الصورة هي العلك، هي الصنغ العربي يقولوا، هي حكما لون عندنا احنا بالمجتمع الموريتاني اكثر استعمال في كل شيء في الحياة سبحانه. تستعمل في الدواء، تستعمل في الاكل، تستعمل في النكهة في الزري صح، وتستعمل معناها ما في فهمتني هذا تكفيك سبحان الله. خصوصا مناطق الحوضين الشرقية من البلاد تبارك الله عاملة فيها بشكل غير عادي، لان احنا المناطق اللي فيها رطوبة ما نبقى حتى ما تدفع اكثر، بيضة المناطق تبارك الله الثانية كانت بتعدل شنو معقول في المعدة، خصوصا رجال تغير فجأة مش تغير مش بنت والله مستو برمة والله 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 ليش المجنة كيف استعمل يستعمل سبحان الله غير عادي. هو دائما قال المواد لا تقلل، لكن ثمانك حاضر ذاك الوقت ما عطيها لك الطبيب، لا إفراط ولا تفريط، ضامنها شوي أيا كان، لا بطني العلك ولا مثلنا العلك واحدين عقاب اللي يتلو واحد زرع العقاب اللي والله متأخر غات كاس كسكس والله كاذب وجبة من الديوك والله تليق بغض بين يدير في علك، هذا هو ما هو جيد. هذا نقول له أنا بعد هون عن الأكل غير متجانس، واسمع من العلك الصحي المشوي غير الصحي من فوقاته معناها عن عقاب الليل العلك مديوك في اللبن وراه كسكس والله وراه المشوي والله ما هذا خطأ. قد سمعت شوي ضيف الكريم ينقاطعك عن العلك، عن مناطق فيها الرطوبة كي مناطق فيها البحر ما يعمل في الجسم. زين، هذه المقولة صالحة سليمة سبحان الله. هيتنا سبحان الله ورقة بالنسبة لنا حتى نحن ورق العلك هي ورق الناس شاك ان العلك الله هو اللي داوي وحده، هو اذا فرش تسمع منه جمعة العلك رقم هو نحن يتلاهم عدو الخريطة اللي هو مفيد في الصحة مفيد في البدن يسقى الابدان وبعض الجسم الابدان المتقصرة، هو مجرد ترقاج الله كيف الماكينة الابدان في دانش إنسان الأبدال يفيد، والخريطة أصلاً هو أفضل شيء الأبدال ويصقل ويصقل العروق يطلع المجنة وتشتغل المجنة جديد بقوة، لكن تعدل في دانج الماكينة توت. هذا وقت بالنسبة لنا يتلون عملوا الخريطة هون، الخريطة هون بالنسبة لفترة الشتاء ما يعدل فيه يكون حد حالة خاصة جاءت ظرفية صحية نقبون احنا خفوا ذيك المادة بعد المواد، معنا فعلا العلك في المواد اللي فيها البرودة والرطبة هذا ما نبقوا استعماله حتى. هذا أبوكاك طبعا دوره غير عادي، لكن مثلا مريح شراب مريح الغازات سبحان الله، الناس اللي منها الغازات يطفي الغازات سبحان الله. لذلك دائما أنا دائما نقول أني أنا عكس رجاج اللي يستعمل الأعشاب الخارجية، أنا ضده، الإنسان ابن بيئته استعمل الأعشاب مثلاً الناس اللي يقولوا لك الزنجبيل ويقولوا لك كذا، الزنجبيل والمواد العشبية ثابتة وصحيحة وطبية غير طبية منين واخر الإنسان ابن بيئته متعلق بالتربة اللي هو منها متعلق بالهواء ولها، معناها الشجرة اللي واخرة من تربتك هي اللي تفيدك أكثر، معناها نحن موريتان تبارك الله مليانة من تبارك الله من التركيبات العشبية والمعدنية والأشجار تبارك الله اللي تكفي عن الخارج كامل، معناها هذا كبكاء متوفر
وسهل وهين هاي راك العشاب هونينا كامله تبارك الله. غير هذا بكاك ما بديش صعب عاد بالاكل ما سمعتك بكاك بكاك دائما عود مولع صعب بالاكل. وثانيا المولد هو يضرب المسائل قلنا كامل يعود رقيق كامل كامل يعود رقيق ولا يعود وراء الوكيل مباشره ولا تعود مجبنه مبتلئه. وهذا المولد عدل لنا طوفي ضرب الصوره كامل نحن قاعد كمجتمع موريتاني اللي ضرب بيئتنا احنا ضرب ما لنا من مجتمع زلنا مرتبطين حتى بالتقليدي بالطب التقليدي بالحياه التقليدي. انت ضرب اي رجاج موريتاني خلق له شيء في الداخل والله عقاب الليل والله في دار اول فكره لا قد شيء سبحان الله يقول لك باص شمنه ناسخة الله بكاء ما جاء اني انه يتلفن على الاسعاف الله يتلفن على الطب الله حنيني انا شوي شوف يا كان قدامي قال ان الله من شوي هذا شنو هذا يدل على ارتباط المجتمع الموريتاني ببيئته وبالطب التقليدي وبنباتاته وبعشابه لين يفوت الصد ما تنظم لك يقول حنيني شوف الصد ولا هذا قال هذا لا ارادي هذا يجيب كل موريتاني هذا معناه ان احنا مرتبطين حتى سبحان الله بديرك النباتات والعشاء. أقول لك دبي بداية البرنامج عن كل بيت موريتاني عنه فيه طبيب تقليدي. سبحان الله. ذاك ذهبت لا إنه توف ومهم دائما نقوله إن شيء كامل ومبدئيا خلق الجسم الإنسان لا يحاول معه يقدرين يتخطى درجة يعود فعلا حالة صحية عضوية والله شيء ذوق مثلا إنجاز به الطبيب. صح. تقليدي هو يقول لي لا يعود يعرف الكمية أكثر. جيت مثلا الصفارة وراق اللي الدنيا اللي يخلق لها قد قوم تخلق الشرشم ما كنا بذيك الصيدة الأصفار عاد عضو عاد فيروس عاد في الدم عاد لعب داله من ينقلع معناها هو نصة ينقاس بها الطبيب معناها عن هاي الصورة هاي ذاك الصورة بعض مولي من العناصر الأخرى فيها التغيير وفيها التمر اللي هو نحن من 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 من, من بيئتنا الحمد لله وعجيب وقريب وخصوصا فترة موصي دائما عليكم بالقيطنة يا الناس اللي من القيطنة لا تفوتوا القيطنة مفيدة حتى في البدن ومتعود عليها بدانكم وذاك اللي تعدل القيطنة لا يعدل اللبن حتى كان له زمن عن اللبن والشع وعدل تنفس وعدل خلطة من اللبن وحرك وتهيشة حتى القيطنة كيف ذلك التمر نحن من بيئتنا ويتم لا أفضل أن يغير في الأوقات ما هم واللي ينفرط يعدل فيه مثلا إفراطي يأكلوا حد في الليل ويأكلوا القايلة ويأكلوا الدحمس ويأكلوا لا شيء من معين ودائما دائما دائما افضل تمرنا حتى انا من الناس اللي وقت في رمضان افضل تمر هذا التمر يعرفه جسمك ويعرفه ابوك ويعرفه جدك اللي انت تفطر اكبر شيء من تمر بيئتك افضل لك ما فرع لك تلوذ روايه معلبه جايه من الخارج ليك سكريات قويه معناها عن تمرنا مفيد لنا مولي في يومياتنا ما نبعدوا عنه والقيطنه مفيده ايضا شوف بعض الصور شو هالك الصور إيه هذا مولي والله شو لونكل شوفي هذا لونكل مفيد لنا لونكل سبحان الله معدن معدن ما هو نبات صح معدن يجبر في التراب يغير يجبر لا فينا نحن مولي سبحان الله ما يجي من الخارج ومفيد لنا طيب الكريم طلع كان اختراف الترذوذ شكلية من لونك تعرف هي والله شنو هو دوره؟ عيت نسمع انه معلوم في المحور ومعلوم في المعدة ومعلوم في المجبن رجاج يتم يمصه والله يكتب. معلوم كامل بشكل عام في انواع المعدة كاملة لين ما يكثر قرار كثرته هي اللي مضرة هي اللي تضرب الضرب هاي المسائل كاملة الاعشاب الاكثرية منها ما فيها تسمم يغير الكمية لين تكثر قد هون يخلق حتى هو معلوم حتى في المجبنة طيب الكريم قول لي عن خلطة دائما يعدلها ياسم الناس كيف يقبوا لك تجمقت والنبق والكارور وبكاك وش من دعلك ويعدل من الوساط لو يهتم يزرق به يقول انها معلومة في الحموضة ومعلومة في المجبنة شوفي شفتي انا شفتي هاي ورقة التركيبة بصورته هذا ما تخسر شيء يغير من درى انت هاي ورقة للخلطة لا تعمليها انت لا وقت الزريق الزريق انت الزريق الزريق اللي مناسب عندنا احنا واللي وافق الابدان اللي منه الضحى الضحى تقريبا أيوة. بعض من الناس يعملها ايوه شوفي شوفي بالنسبه لبكاك جيد يا غير بالنسبه له البرد ما هو جيد كيف
كيف هو جيد في المجمل؟ يعني حد من حد مجمنته من خارج شين قالوا برودة المجمل يجيوي مثلا تقريبا ان شاء الله عليك طبعا لكن ما تعلمتوا يجيوي طبعا يجيوي خارج ايه وشفتي هذا كبكاك انقلع عن نيك الخلطة الرباعية والخماسية حد هو من نفسه يعرف انه من الناس اللي برودته تدخلها نقلوا عنه ما قلعته عاد ما هو ياسر مبين ذاك الخلطة ما نعمله مع الصباح حتى مزات المجبنة باردة ولا نعمله في الليل هذه الخلطة اللي قلت لنبيتها مفيدة غير مفيدة دائما اللاوحة تكون بعض العناصر إذا لا تتفرع العناصر كيت مثلا التجمخ دائما وراء الدسومة وراء الوجبات معلومة بلا تنقصيك الدسومة اللي على سبيل تجمعت هي معلومة كما قلت في الدسومة وهي فيها الكالسيوم يا غير بعض الناس سنين يعمر تجمعت يحس بإمساك شو إياك زاد فيها هي تجمعت معلومة في تنقص الدسومة يا غير مولي فيها قاس سلبية خلنا نقولها كان هي تحرق الدم قال هي كثرتها تحرق الدم العناصر اللي في الدم نين تكثر حتى تحرقهم وتحمي الدم مثلا الرقاج اللي طارح له منها كيلو والله اثنين ولا يخور هذا هون ما ثلاثيه لا تفيد حتى مره نادره لهواله وجبه زايده دسومتها مثلا حس ولوك والله حتى الوجبه داير فيها يدو دسمتها ياسر يعدل زريقه معناه هذا كامل مفيد كون بشر الى اخر الفيلم حتى العشبه الى اخر قطفين الفراط اللي ينقال لها الاعشاب الطبيعيه الين يخلق فيها افراط الضر زين ضيفي الكريم لهنا قبل معنا مكالمة بما أن الوقت مثلا منه ياسر للأسف ثم أنه خرج طلع على المكالمة ألو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله راي نحييكم كاملين شكرا للاسم الكريم منين متصل متصل من النواشوك ما عطراج يقول المواطن واللباء مرحبا بك المواطن مرحبا بك والسهلة تفضل الله يزيد تقولي والحج حتى لك الضيف الكريم ومتمنى لكم إن شاء الله السنة مباركة وقوصة على جميع المسلمين أعلينا وعليكم والحج هو والحج يقول أسرة كاملة لأنه هو جزام الله خيرا عنه الله يعني كان سؤالي قام نقول كتير الروح وفي أخبار أبو كاك والحمد لله رأى وتكلمنا عنه لكن مودي أن بيك هذا أين نطحنوه ونصرفوا منه واختيروه تو يتكلمنا عنه في شوجات اللي فينا احنا هون في السوق وكيف ياسر من شدنا إن شاء الله كل صوت كما قال عنه موجود موريتان لكن بعض المواطنين اللي ما يعرف استعماله ولا يعرف هو منزع ثقبات وتو نحييكم حتى شكرا جزيلا مرحبا بك المواطن والباه نقبل معنا مكالمة ثانية ألو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ما شاء الله فتبارك الله الاسم الكريم مرحبا بك اخي انقص عنك صوت تلفزة واسمعني من تلفوني كنت واصل الو السلام عليكم تفضل مرحبا بك ومرحبا اهل كيف تفضل ما سمعت ما سمعتك اخي زين شكرا للمتصل من كيفه نقوم معنا مكالمه اخيره في هذه الحلقه من الوقت مثل ما ياسر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ما شاء الله فتبارك الله ما شاء الله زين الحمد لله الاسم الكريم من المتصل احمد والميته متصل من وابشر مرحبا بك وسهلا تفضل بعد الله اختار سوى الدكتور عن انا فعلا بيا الحموضه
يا خير دائما بين نعمل لها دائما حبوب عندي هون في الصف. حبوب اعطيها لك الطبيب والله. ها؟ حبوب اعطيها لك الطبيب. هي الطبيب ولا انت تصف وسوي لا تستنقل. عينة من مالوكس وذاك الشيء الحموضة. ها؟ عينة من مالوكس شكل من حبوب تمتص وتقلع عنك الحموضة. هو حبة بيض عايدة لكن طرف طماطم وخضر شوي. خالق ذاك والله. هو وسوي هو يا خير دائما من تجيني تقبلني بقى قراع ذاك قراع ينزعني. ينزعني ألم هي الحموضة هذه. يرفعني مدي في الأسد دائما كثير الصلاة العربية كان لأن هاي المسائل اللي حد يسمى تابع هذا والله ولا. كل سرور. مرحبا بك وسهلا. تسمع لي إجابة. مرحبا بك وسهلا. نرجع لضيف الكريم على هذه الأسئلة. المتصل أول مواطن لباه قال عنه يختارك تكلم له عن النبي قوتوق وبكاك تكلمت عنه. والله والله نحييه المواطن. مرحبا بك وسهلا ونحييه باسمي وباسم صرت أهل المقارب. أولا قضية النبي نبقل لكن انه كيف تدل العناصر جيد منتج فينا الحمد لله وخلنا ارضنا. النبق مثلا ما يقال له توف زريقته ما تقال له زريقته ما تقال له وغير قد يجي معاه ذواك الاشياء كامله مع الخلطه مع العلك ومع هذا مثلا جيد وحتى انه قد قهوه من نفسه ينتكل وحده مثلا خصوصا المناطق قال لي متعود عليهم في المناطق الشرق ما شاء الله مفيد ويوميات ما هي شيء اساسا انه فيه خصوصيه وحده متعلقه به هو انه تخان انه مثلا غيار للمعده مثلا هوينه تخمته للمعده لذلك حد توفي عود عاس منك المساله وتم هو جيد وعنصر جيد حد بالنسبه لتوقه كرامه سولنا عنها بين مولي مجتمعنا المفرط فيها احكام لي تملين يقول لك انها معلومه في السكر معلومه في كذا معلومه في كذا وهو ساهي عنها هي من نفسها تقندي زين وفيها سلبيه خلع النمتينه وفيها ايجابيه سلبيتها انها عياد قندي العصب ما حس قاع الشخص ما حس الشخص وفيها روايه قال عياد تكبر مثلا عياد تم الشخص ياكل ياكل فيها لين اذا هو ماتل حتى فيها ايجابيه مولي انها مولي معلومه قطعا في نسب من السكر المبتدئه كاملها بالشرق ما تقلع زين انا شفت اهل السكر زرقوها والله تندار ببوش من فيها تزرق حتى ويقبلها حد ويعملها لين يعملها يعطي فتره يعملها بالرقه وافقته وفطن هو انها طرات له شيء يقدر يتابع معاه لين يفطن انها ما طرات له شيء خليها عنه ويسجل هو يعود مسجل كاملين ان فيها سلبيه انها تقندي العصب زين هذا من المواد يقندي المجبنه وهي تقندي العصب أية نسمعهم يقولوا عنها توقة ذات نفعي والله أنا سبحان الله ذي سليمة غير الله أنها أحلاه ما أمر قال معناها عنك الله أنت تقدر تعدل لك شيء أنك تنفعك في السكر يا غير لا قدر الله تقدر تقبضك أمال ما أفطنت تضرب بكم تضرب العصب معناها أنها هي الوحيدة اللي ينتبه لها حد 100% يرقدها حتى ولا يتابعها أمال يعدلها فترة ويقفل عنها ويعدلها فترة المتصل الثاني اللي من كيف قال عنه زاد هو يحس بالحموضه من رايك انك تنصحه باي لبان اللي هي؟ بالنسبه للحموضه دائما كيف قلنا ان الحموضه نقولهم للبان اللي الرايب واحد والشنين يبعدونا عن الستره يبعدونا عن تماتي ويبعدونا عن الشراب ورا الوكيل مباشرة واهل الحموضة يارتم يصطبحهم على الصباح لأنها لا تطفي حموضتهم يعاونهم ذاك مثلنا في الصبح ذاك بعض من الناس عيت تشوفهم يعدلوا هذا صبح خلوا كسكس في الليل ويا من ايش يصطبحوا بالصح مع الصبح والله مكروني والله مكروني خلوه في الليل يصطبحوا بها مع الصبح هذا ايش تقول التعامل والله الحمل البيت وحمم على الصبح ويصطبحوا به ما فاتوا سلقوا شيء المجابل شوف انا كطبيب هذا ما اتمونك فيه قال لا نصح هذا انتحار لا سمعت والله انا كطبيب لما اتمونك لو اسمح لي انا بقول لك شو نخش امونك غير هذا انا حتى سمعت فكيف قام استعمال استعمال صح يا ناس
يا مجتمعنا الأبدان ما كلات كيف كانت، الأبدان تغيرت والمجبنة ما كلات هي، والطبع تغير والعولمة ما يصالح مجتمعنا. أنا دائما نقول إن إحنا الموريتانية رغم الحمد لله دخلنا العولمة، عندنا من دول العالم الحمد لله متحضرة وزينا تغير وتغير بيوتنا يغير المجبنة ما زالت متبدية. يا الموريتانيين ترقيتوا بر يغير مجبنتكم متبدية، مزالت شوي يتكايس حد معاها، ما فات تطورت. ذاك اللي يخلق شكلك والله بيتك والله مجتمعك والله أسرتك، المجبنة الموريتانيين وحدهم العالم راهو كامل مزالت المجبنة متبدية. لذلك لا بد يتكايس معاها. أولا الوجبة كاملة كنت نقلنا أن دائما الإنسان لين يلحق له 11 منو في الليل يأخذ اللي قال الكتلة كاملة يوقف. هذا الرواقيج اللي يقعدوا في الليل ويباتوا يوكلوا في الندويات الواحدة والثانية والثالثة المشوي كسكس، هذا ينقال له عملية انتحارية بطيئة، لأن المجبنة قبيل له 11 والله منوي طرحت، اللي ينقال له الكتلة ماتت. حد قبل في الليل الواحدة والثانية وكال مشوي والله كال كسكس والله كال راس والله كال صاندو شاي، يعرف انه اللاكي يفتحد افتح في الجدار ولمها الى الصبح. المجبنة أرانك لما يتل هذيك الوجبة إلى الصبح 9 ولا 10 منوي الوحدة هي ما يعملت ولا تقد تحكم ما كنت تمولي عن تقلالها غير راهي فم ما تروح فم إن شاء الله إلين الصبح 7 والله 8 لا هي تقوم تشتغل عليه. سبحان الله. معناه عن الكتل كاملة والرواية الثقيلة اللي منوي والله الوحدة والله الثانية السوائل ما نتكلم عنهم كيف تلالبان غير الكتلة كيف تل كسكس وكيف اللحم. هذا هو اللي دائما الأطباء الأخرين وبعض المجتمعات الأخرى يقول لك كسكس يضر واللحم يضر، اللحم ما يضر وكسكس يا ناس هو من أجود وجبة قد تخلق الإنسان ومعلوم في الدم يقاس تكلف وقت. حد قبل كسكس الواحدة في الليل والمشوي الثانية في الليل، هذا ظلم كسكس وظلم المشوي وعدل له أنه يضر هو ما يضر يغير دبته في وقت غير مناسب. فكيف تقبل مع الصباع مجبنة ما فات اشتغلت حتى ومازالت عاقب لها النوم وتدير لها راس والله تدير لها كسكس مصبح والله تدير لها مكروني مصبحة، هذا ما تلف صورتها ابدا، هذا لا كأنك فدعتها. رجاج قبل زقيبة زقيبتين والله 200 كيلو رفدهم على راسه والله على راسه، حتى المجبنة رانك مع الصباح فدعته وتقد ما تطهرها لك لكن قد فجأة ورا ذاك تطهرها وتقد ذاك الوقت تطهرها. معناها دائما وحدينهم اللي نعود مع الصباح يقضوا هامهم يوكلوا الدنيا كاملة. يقول لك أنا ندور قوة أنت لا تعطى بالمجبنة والله ندور نسمن مثلا والله ندور نسمن والله ندور نزي الصبوع دائما أقبل منه القليل اللي فيه قوة فعلا. انت تقبل الاشياء كاملها يغير اقبل عناصر ما هي قويه حني المجبنه تشتغل مثلا اللحم مع الصباح هذا خطير، كسكس مع الصباح، مكروني مع الصباح، راس مع الصباح، ساندوشاي مع الصباح، شنو هذا العالم شنو طاجين مع الصباح شنو مثل المجبنه ما فات شغل ورانك لعل انتهى راك تشوف ما دخلت عقله بالخارج هيك متعوده. رانا قلنا قبيل ان التعود عنده دور رغم انه ما هو صحي كيف تقلنا الدخان اللي ضار سبحان الله وخطير على 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 الجسم وخطير على المجتمعات ووباء غير عادي من وباء العصر. واحدين من يقول لك انا ما هو ضارني انا تبارك الله نرقد وجسمي ما شاء الله فرمي زين وجسمي زين وبشرتي زينه ويكمي يوميا بكت يقول لك ما ضار غير اصبر شوي اصبر لين تتعدى الفحص والله اصبر لين تخلق مرض وتلين دال لك الدم والله يخلق ضغط في النفس توقف النفس وتنقاس الرئة نعوذ بالله. زين السؤال التالي اهي سؤال احمد المويسى قال لك عن عنده اقراص يعملهم يمتصوا المجبنة وعنه منين يعملهم هما منين يعملهم قال عنه يشرب عليهم كي مثلا هذا كيف بوكاك ولا عنه حس باقرع لك اقرع ينفعوا. شوفي اولا المواد اللي قالهم انه وش كامل وهي كنت قلنا ان الحموضه شي كامل ولا يطفيها عنك ما يخسرش ما يخسرش بالله. اولا كيف قلنا ودائما وناخذهم ونقولوها علنا ان هي ما هي مرض
خطير الحمد لله، ولو عضوية حالة من حالات المعدة، إفرازات المعدة اللي تعدلها، عيات تتطورها وعيات تخفض وعيات تمتن، معناها شيء كامل. وكيف قال لك المسائل كاملة اللي تطفي، نحن ما نضدها. أدراع معلوم، أدراع والعطاس هذا مسألتين نفس المجموع. ماشي. أدراع. والقذاف ما ينفس المجمع. بعض الناس يلقي أقرع. غير هو مريح وتنفس المجمع. والعطاس هذا مسألتين مفيدات للمجمع، ما يخص بشيء. يعني لو واحد يلوح صبعه في المجمع تو يقذف، ما عنده تأثير له. دليل يعود متعود. كيف قلنا على القذاف ولاح مع الصباح على الأخوة. لاهي لاهي لاهي. خرج لك الطبيعة بدلا من حد مثلا تقدم الله تعالى ثقل عليه شوي لا يخرج ذيك الوجبة ما كانت ناضجة ولا يضيع مجمنته حتى صار ما كان يقذف قال ما عينه فيه يكون جاهد القلب. زين الضيف الكريم جاك سؤال من درا كان هل الطب التقليدي وجد علاج لمرض السكري؟ طبعا بالنسبة للطب التقليدي بالنسبة لنحن أنا بات خصوصا شخصيا نقول لهم إن حد كامل جاهد في مرض السكر ما فتستعمل له اي دواء لا اقراص ولا حبوب والله على شيء بالنسبه ان احنا السكر لا اوراق صح نضبه نحن ونسحبه اوراق من الدم بلا اوراق يمشي للدم هو اللي سبب السكر هو اللي سبب الصفار لا قدر الله يفكنا فيكم فهمت معناه عن لين حد كامل وما فتستعمل على الله الدواء والدقة والحب لأن الصهون السبب أن الدم هون تعود على المادة وأقوى من الأعشاب ماتي نحن نقدر نصرفه حتى كامله ما فاتعدى فيه على الله بين الله نصرفه عنه ويرجع طبيعي لنا. زين ضيفي الكريم الوقت مثلا منه يصر نختارك تقولنا نصائح أخيرة وعلاج نفس الوقت المشاهد اللي طبعا له ويتابع والله إيه هذا الموضوع اللي كنا قاضين اليوم موضوع مهم في المجتمع كيف قلنا هو الحموضة علاجه بسيط على الله أولا حد ما زال مبتدئ في الحموضة يقبل هو من نفسه بدأت في إرهاصاتها الأولية ما فات درست يقبل هو من نفسه يطري مناعة ويبعد عن حموضات الحمضيات القنة ذا اللي منهم مفروض وذا اللي منهم لا هي أفراد هو فأثناء لكي يديرهم على زران نحسبناه واحدة يصبح مع الصباح قلنا أنها معلومة لأنها تطفي الطبيعة ويصبح مولي بشيء يوافق وما يعود فيه حمضي والقوطرة مفيدة له الحموضة وإذا عد ملاها من الناس اللي دخن زين فيه يقفل عنه برنامج تدخين به من الأمور اللي يزيد الحموضة حتى به اللي يزيد فهمتني هذا بالنسبة بالنسبة لين تلحق درجة قوية اللي هي درجة الفكر ودرجة الهستيريا والهوس والهوس والأفكار الخاطئة هون الصلاة بد من الطبيب الطبيب شو لا يعدل لا ينقبلوا على الله ذيك المواد الحمضية اللي قلنا أنها عدلت المجبنة ترفع من حمضيتها تسحم البدن ويقوى الدم إياه يقوى على الهواجس وعلى العصب وعلى يكرر كل أفكاره وتطلع على رقاجم واللي مناعة بيقول ما حد من الشخص مناعته قاضة الدواء ما قد يخلقها أيوة يبقى ذيك الصالة أفكار الأخرى اللي هون نقولها مجددا يا صاحب الحموضة والله يا واحدة من الحموضة إلى عدت كان خالق طبيب حديث والله تقليدي والله حجاب والله روحي والله شسوى شنو يقدي داوي عنك ذوك الأفكار رانك فات عليك الزمن ذيك الأفكار من الهوس ومن من 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 نعوذ بالله الشخص يفقد راسه يفقد ذاته يفقد صحبته يفقد مجتمعه يفقد وظيفته وراءه بعض الأوقات ولكن يركز على حياته العاد شخص ثاني هون لابد من الإرادة على الله أولا ياتم لها يعرف أن هذا الأكثرية من عاد الشيطان بإنك أنت هون في نفسك أنت صاحب الحموضة الحقت بدرجة الفكر أنك تقول أنك لا يتموت وأنك لا يسافر لا يتنعطر وأنك لا خلط من الغرفة لا يخلق لك وأنك لا خلط القدام لا يشوفوك الناس والله لا يخلق لك شيء أنت هون تبقى تعلم لنا مباشرة بإلا كل طبيب شرعا مسؤول أمام الله عن المريض وانت دخلت على طبيب وعدلوا لك جميع الفحوصات أسوأ حديثة والتقليدي وقال لك ما فيك شيء معنى أنك انت دهون متبقل على الله وثانيا مولي اخترت الشيطان واخترت هوس وأفكار الشيطان عن القدرة كاذنها الإلهية
يقول لك انت الله تبارك وتعالى قاعد يقتلك بهذيك الثانية وقاعد يدير بهذيك مرض لا علاج لهم إليه ما عدل لك له. بقيت انت تصنى اتصال الشيطان هو اللي معدل لك قايل لك خالق له وخالق له والعضو مات لهم وانا لا يموت وسامحوني ولعبت تسامح الشيء هذا هذيك الهوس هذا هو ما خالق دوله معاونوا فيه على الله انه الشخص من نفسه يطر اراده مع الدول اللي نعطوه للحموضه ومع تقويه الدم والاراده منه هو كشخص يتراجع عن هذا لين تخلطي الخلطه على الله يصبح من الحموضه طبيعي ويرجع لذاته ويرجع لحياته لو يتم وراده يجوق فيه قال قط خلق لك وقط خلق لك وقط وراه يالك هي ما يهمك الحموضه واهلها راه مالك يشوف بلا عاد يسرخ العمل والتمي مولي هي قاع مشكلتك انها سبحان الله فيها مساله انها في طبقات المجتمع كامله صح شوفي ما هي خاصه بالفقير ولا هي خاصه بالغني تجبر الشخص متميز وشخص مفكر وشخص ما شاء الله ظروف الماديه وظروف الحياتيه جيده وهو طافتك الحموضه مخليته ما هو خالق سبحان الله نعم في الأخير مولي راه هو لكم مولي هو ذات الشخص اللي لاحظ الخطورة في شخصه هو قلنا أن الحموضة ما هي مرض وقل اللي محيطين به تجيل الدار فلان ولا سيكي الله يا مامونك مامونك شكرا جزيلا ضيف الكريم على ما شاء الله التصريحات والإفادة اللي أعطيتنا وأعطيت المشاهد إن شاء الله المشاهدين في هذه الحلقة نالت إعجابهم ويعود المصاب بالحموضة شاف ذاته مع الدكتور اللي جبنا لكم اليوم مات لعندي من الوقت ما نشكر فيه سميرة سماني اللي شاركتني في إعداد هذه الحلقة وشكر المخرج الأكثر من رائع سالم الخليل وشكر ضيفي أكرر شكري مرة ثانية وشكرتكم مشاهدين الكرام للاتصال والتفاعل معي هون بصفحتي في أمان الله لقدم إن شاء الله موضوع جديد.